السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية التجارية والفندقية، معادنا النهاردة مع حلقة جديدة من مادة الحاسب الآلي، وهنستكمل الجزء اللي بدأناه مع بعض. إحنا قلنا إن إحنا السنة بتاعتنا الدراسية بتنقسم إلى جزئين، الجزء الأول عبارة عن برنامج قواعد البيانات أكسس، والجزء الثاني عبارة عن برنامج الفوتوشوب. احنا اتمينا برنامج الاكسس، هنستكمل النهارده ان شاء الله هنبدا في برنامج الفوتوشوب. طيب برنامج الفوتوشوب ده بستخدمه في ايه؟ برنامج الفوتوشوب بقدر استخدمه في كذا استخدام، زي ان انا اقدر اعمل بيه التصميمات الدعائيه، وبستخدمه في الدعايه والاعلان، واقدر استخدمه في اي بوسترات او اعلانات اللي بشوفها على الطريق، واقدر اعملها كمان في البوسترات اللي هي الخاصة والتصميمات بالسوشيال ميديا، وأقدر برضو أعمل بيها تصحيح للألوان بتاع الصورة. وليكن أنا مصور صورة عايز أعدل الألوان بتاعتها ودرجة السطوع والإضاءة والكلام ده كله، أقدر عن طريق البرنامج بتاعنا النهاردة. وبرضو أقدر أعمل إصلاح للعيوب، لو عندي صورة مصورها وفيها مشاكل عايز أصلح منها، فيها أي مشكلة عايز أشيلها، أقدر أشيلها بالبرنامج الفوتوشوب. وبرضو أقدر أصمم بيها اللوجوهات والشعارات والعلامات التجارية. وأيضا لو عندي مشروع، أنا عندي مشروع وليكن شركة كبيرة، أقدر أعمل الهوية البصرية بتاعتها كلها. زي إيه؟ زي أقدر أعمل اللوجو أو العلامة التجارية زي ما قلنا، وأقدر أعمل الكروت الشخصية بتاع الشركة، وأقدر أعمل برضو أصمم البروشورات، وأقدر أصمم الأغلفة بتاع السي دي الاسطوانات، واقدر برضو اصمم بيها اي حاجه دعائيه من مجات او التصميمات اللي انا بحطها على التيشيرتات برضو، او اقدر اصمم بيها اي تصميم يخطر على بالي. برنامج النهارده زي ما احنا هنتعلم مع بعض، برنامج ممتع جدا اقدر اشتغل بيه في سوق العمل في اي وقت هحتاجه. طيب نبدا ان شاء الله النهارده حلقتنا، نشوف هناخد ايه النهارده. قبل ما نبدأ في البرنامج هناخد حاجة اسمها الأنظمة اللونية عشان نفهم الألوان وكل درجة بإمتى بستخدمها وكل تنسيق بستخدمه إمتى عشان أفهم أنا شغال على إيه. أول نظام لوني هناخده النهاردة اللي هو نظام البيت ماب مود. إيه هو نظام بيت ماب مود؟ عبارة عن نظام بسيط بيتكون من لونين، اللون الأبيض والأسود، والصورة فيه بتتكون من بكسلات سودة جنب بعضيها. طيب يبقى أول حاجة الصورة عبارة عن إيه؟ بتتكون من إيه الصورة؟ بتتكون من عدد من البكسلات الصغيرة جنب بعض، كل بكسل جنب بعض بمجموعة البكسلات دي بتكون لي في الآخر الصورة. طيب بعد كده أقدر يبقى برنامج فوتوشوب عبارة عن بكسلات. طيب كلما زادت عدد البكسلات اللي في الصورة طبيعي بتزيد جودة الصورة. طيب كلما قلت البكسلات جودة الصورة هتقل ومساحتها هتقل معايا. طيب عشان كده النظام اللوني اللي احنا قلناه اللي هو نظام بيت ماب مود بستخدمه في الكتابات او الخرائط، بيتكون من لونين زي ما قلنا الابيض والاسود. النظام الثاني اللي هو النظام اللوني جراي سكيل مود. طيب من اسمه كده جراي، يبقى درجات الرمادي، بيتكون من درجات الرمادي فقط، وبيعتمد على التعامل مع الطبعات والاسكانر اللي هي الماسحات الضوئية. النظام اللي بعده النظام اللوني ديوتون مود. طيب ايه النظام اللوني ده؟ عبارة عن نظام يعمل على الصور ثنائية اللون زي اللون الأبيض والأسود، ويحتوي على قناة لونية واحدة بتمثل اللون المخلوط من الألوان. النظام اللي بعده وهو النظام اللوني Indexed Color Mode. النظام ده بيستخدم كام لون؟ 256 لون لدرجات اللون، ليست لدرجات لون واحد ولكنها صورة ملونة. طيب بيقوم البرنامج بعمل ايه؟ بعمل جدول لألوان الصورة بيحتوي على 256 لون، بستطيع أعدل الألوان منه. ده كان نظام Indexed Color Mode. طيب النظام اللي بعده بقى مهم جدا، ركز مع بعض، نظام الـ RGB مود.
ليه سميناه؟ خدنا الار اول حرف من الريد اللي هو اللون الاحمر، والجي اللي هو اللون الاخضر جرين، والبي اللي هو البلو اللون الازرق. بيتعامل مع الوان الصور لو الوان الضوء، وعباره عن الاطياف الضوئيه اللي هتنتج عندي من خلط الالوان الثلاثه اللي هم زي ما قلنا من شويه الاحمر ريد والاخضر جرين والازرق بلو بنسب مختلفه. ده نظام ار جي بي. بعد كده هنفهم بقى نظام اللون، الالوان بتتكون من ايه. عباره عن اللون الاحمر، لو انا جبت اللون الاحمر التام وضفت عليه اللون الازرق التام هيديني اللون الفوشيا اللي هو الماجنتا، تمام. اللون الاحمر التام زائد الاخضر التام مع بعض هيدوني اللون الاصفر. اما الاحمر التام والاخضر التام والازرق التام، الثلاث الوان مع بعض مخلوطهم بيديني اللون الابيض. طيب بيتعامل مع ايه نظام الار جي بي ده؟ بيتعامل مع الشاشات والفيديو والالوان الاضاءه الطبيعيه اللي موجوده معايا، تمام. طيب بعد كده نظام برضو مهم جدا جدا اللي هو النظام اللوني سي ام واي كي. النظام ده بستخدمه في ايه؟ لما باجي بطبع، عايز اطبع الالوان عندي في عملت تصميم وعايز اوديه مطبعه واطبع الشغل بتاعي، بقى لازم يكون نظام اللون بتاعه سي ام واي كي، والسي بترمز الى سيان، والام الماجنتا، والواي يلو، والكي اللي هي بلاك، تمام. يبقى نظام السي ام واي كي ده نظام زي ما قلنا بستخدمه في الطبعات. يبقى النظام ده معد زي ما قلنا لالوان الطبعه او الطباعه لما اجي اطبع شغل معايا، والالوان الرئيسيه في الطباعه هي الالوان اللي هي اللبني والفوشيا والاصفر والاسود. زي ما قلنا من حروف كل لون تنتج ياتي اسم النظام اللي هو سي ام واي كي. طيب في ملاحظات، زي ما قلنا النظام الـ RGB ألوانه بتبقى أكتر إشراك أو يعني منورة أكتر عندي في الألوان من النظام اللي هو اللي بستخدمه في الطباعة اللي هو نظام CMYK. طيب النظام اللوني اللي بعده وهو نظام Lab Mode. طيب النظام Lab Mode ده بيستخدم كنظام لألوان الإضاءة من قبل الهيئة العالمية للإضاءة، ويتكون من ثلاث قنوات لونية. احنا قلنا اللاب مود اول حرف ال وهو يقصد به اللومينانس، وهي درجه السطوع او الاضاءه، وبتتراوح قيمتها من الصفر الى المية. اقدر ازود درجه السطوع او انقص الدرجه بتاع السطوع او الاضاءه. طيب اللي بعده اللي هو الاي اللي هي ترمز الى الالفا، وهي نطاق لون الفا يرمز الى اللونين الاخضر والاحمر. اما بيتا اللي هي الحرف اللي خدناه الاول بي، بنطاق هي نطاق لون بيتا، وبيرمز للتدرج بين اللونين الازرق والاصفر. بعد كده النظام اللوني مالتي تشانلز مود. طيب من اسمه كده مالتي تشانلز، ده يبقى عادي يتكون من عده قنوات يمكن تحديد عددها والوانها. طيب احنا خدنا انظمه الانظمه اللونيه. طيب بعد كده هناخد تنسيقات الصور المختلفة، كل تنسيق ايه علاقته ببرنامج الفوتوشوب، وبستخدمه امتى، وبعمل عليه شغلي ازاي. اول تنسيق التنسيق جي بي جي. ايه هو التنسيق ده؟ منتشر جدا عندي اي صورة صورتها، الاغلب لو جبت الامتداد بتاعه هلاقي الامتداد بتاعه نهايته دوت جي بي جي، وده بيستخدم لحفظ الصورة بحجم صغير، ويقوم بضغط حجم الصورة ولكن لا يقوم بضغط أبعادها، الأبعاد زي ما هي. طيب كلما زادت نسبة الضغط وصغر حجم الصورة أثر ذلك سلبا على جودة الصورة. كل ما ضغطت نسبة زودت نسبة الضغط وصغرت حجم الصورة، طبعا طبيعي تلقائي جودة الصورة هيقل. التنسيق اللي بعده التنسيق جي اي اف. التنسيق جي اي اف ده بستخدمه كتير جدا في الصور المتحركة، وبيفضل استخدامه في صفحات الويب عندي عشان اقدر اخزن الصور بيه بخلفيات شفافة، وزي ما قلنا بستخدمه في الصور المتحركة. طيب بستخدمه في ايه تاني؟ برضو ليه استخدامات كتيرة زي الشعارات والاعلانات، واقدر اعمل بيه زراير او مخططات واضيف عليها نصوص اللي هي بتبقى موجودة عندي في صفحات الويب. ده كان التنسيق جي اي اف. طيب
بيبقى عرفنا نعرف الفرق بقى، قلنا الجي بي جي ده بستخدمه في الصور الحقيقية عندي اللي هي العدد الألوان بتاعها بيكون كبير وأبعادها بتكون كبيرة، أما التنسيق جي أي إف بستخدمه للصور قليلة الألوان وصغيرة الأبعاد مثل الأزرار. التنسيق اللي بعده وهو التنسيق بي ان جي. التنسيق بي ان جي ده بستخدمه كتير جدا، لو انا هم يعتبر صمم عشان انا استخدمه على صفحات الويب، وبرضو اقدر اعمل بيه اللوجوهات. ليه بقى بصمم بيه لوجوهات؟ لان انا لو عملت لوجو اقدر اضيفه على اي صورة او اي تصميم معايا، بيظهر معايا كأنه شفاف كده او بيدعم خاصية الشفافية. تعالوا نشوف مع بعض ايه مميزات التنسيق بي ان جي وايه العيوب بتاعته. مميزات التنسيق بي ان جي، اول حاجه زي ما قلنا من شويه اللي هو بيدعم الشفافيه، والالوان بتاعته بتكون درجتها درجه وضوحها عاليه، وبيبقى افضل من الصيغه اللي هي اللي احنا قلنا عليها جي بيج. وليه بقى؟ لان انا لما باجي بضغطها ممكن تقل، لكن انا بستخدم البي ان جي في مواقع الويب اقدر استخدمها في الانترنت، وبقدر احط برضو المعلومات بتاعتي الخاصه بيا كحقوق ملكيه، وهو افضل بديل برضو لتنسيق الجي اي اف. دي كانت مميزات البي ان جي. طيب عيوب التنسيق بقى ايه؟ هو عيوب تنسيق بي ان جي في احيانا ما بيشتغلش معايا صح في بعض المتصفحات، والشفافية برضو بتعمل بصورة غير صحيحة، ولكن دي طبعا كانت في الإصدارات القديمة، لكن تم الحمد لله معالجتها وبتبقى مدعومة في الإصدارات الجديدة من إنترنت إكسبلور. التنسيق بي ام بي ده بيستخدم في حالة استخدام الصور كخلفيات الديسكتوب عندي على سطح المكتب على الكمبيوتر، بستخدم التنسيق بي ام بي. التنسيق اللي بعده اللي هو التنسيق تي اف اف، وهو صمم لحفظ صور السكانر الماسح الضوئي او صور برامج المعالجه. طيب بعد كده التنسيق اي بي اس. التنسيق ده بستخدمه في جميع التطبيقات، وهو الوحيد اللي بيدعم عندي خاصيه البيت ماب والفيكتور. يعني ايه؟ اقدر عن طريقه، في برامج كتيرة جدا بتدعم الفيكتور زي برنامج الالستريتور ده برضو من انتاج شركة ادوبي، بقدر استخدمه برضو في تصميم زي الفوتوشوب كده، اقدر اصمم بيه تصميمات عندي زي ما انا اشتغل على الفوتوشوب. طب ايه الفرق ما بين التصميم عندي بالفوتوشوب والفرق بين التصميم اللي هو في الالستريتور؟ الفوتوشوب عندي بيدعم خاصية او اللي هي نظام البيكسل النقط، اما في نظام الالستريتور بيدعم خاصيه الفيكتور. ودي تتميز بايه؟ تتميز ان انا مهما كبرت في حجم الصوره الجوده بتاع الصوره مش بتبقى متبكسله او منقطه، لا بتفضل زي ما هي محتفظه بيها، والحواف بتاعتها بتبقى ناعمه واقدر اعدل فيها براحتي، والجوده بتفضل عاليه غير نظام البكسل. ده كان التنسيق اي بي اس. التنسيق بي دي اف ده بقى مهم جدا، واظن اغلبنا شفنا التنسيق ده موجود منتشر معانا. زي انا عندي وليكن ملزمه كانت معموله بالوورد حولتها لتنسيق بي دي اف، واقدر ابعتها لاي حد يفتحها ويشتغل من اي موبايل من اي جهاز بصيغه البي دي اف. بيبقى بتستخدم في نشر الوثائق الالكترونيه زي اي ملزمه، اقدر احولها وليكن انا اشتغلت ببرنامج الاكسل، اقدر احوله لنظام البي دي اف واقراه من اي وقت في اي مكان، واقدر احول الشغل اللي انا عامله ببرنامج الوورد برضو البي دي اف والباوربوينت وغيره، اقدر استخدمه بصيغه البي دي اف اللي هو نشر الوثائق الالكترونيه. تعالوا نشوف بعد كده التنسيق بي اس دي. ده تنسيق مهم جدا. بعمل بيه ايه التنسيق ده؟ التنسيق ده هو التنسيق اللي انا بحفظ بيه الصيغه وانا شغال، وليكن انا عملت تصميم شغال فيه ما كملتش التصميم، عايز احفظ التصميم عشان اكمله في يوم تاني او بكره او بعد شويه، ما يقفلش ويطير عليا، يبقى اتحافظ معايا بالصيغه المقفوله، لا اقدر اعدل فيه بعد كده، يبقى بحفظه بالصيغه اللي هي بي اس دي اللي هي صيغه البرنامج الفوتوشوب. تمام، يبقى التنسيق بي اس دي بيسجل هذا التنسيق كل التعديلات والاجراءات التي تقوم بها على الصوره او التصميم،
ويمكن العودة إليها وإعادة تحريرها كما يمكن عند الانتهاء من التعديل حفظها بتنسيق زي ما احنا قلنا من شوية، أقدر أحفظها بأي تنسيق عشان أقدر لتسهيل التداول بتاع التنسيق. ده كان التنسيق بـ SD. طيب تنسيق BIC ده بيستخدم للعمل على كمبيوتر ماكنتوش، وهو بقى أصبح التنسيق النموذجي للماكنتوش، أجهزة الكمبيوتر اللي هي من نوع الماكنتوش. نبدأ بقى ناخد التعريف الرئيسي بقى لبرنامج الفوتوشوب. إيه هو برنامج الفوتوشوب؟ زي ما قلنا من شوية، برنامج يعتبر من أقوى برامج تصميم الصور والتصميمات، وأقدر عن طريقه أعمل الواجهات بتاع أي موقع، وأقدر أعمل واجهات البرامج والألعاب، وهو زي ما قلنا من إنتاج شركة أدوبي، وبيتميز بحاجة اسمها اللايرز أو الطبقات. إيه اللايرز أو الطبقات دي؟ عبارة عن وليكن أنا عملت تصميم، حطيت صورة، جيت ضفت صورة فوق الصورة الموجودة بيحطها لي في طبقة تاني، وأقدر أضيف نص أو كلام بيجي معايا في طبقة تاني. كل حاجة بضيفها بعملها في طبقة لوحديها عشان أقدر أتحكم فيها وانقلها في أي مكان وأحذفها وأعدل منها وأضيف لها التأثيرات اللي أنا عايزها. تعالوا نشوف مع بعض تاني. يبقى برنامج الفوتوشوب يعتبر من أقوى برامج التعامل مع الصور والتصميمات. زي ما قلنا ليه إمكانيات عالية جدا في تحسين الصور وإنشاء تصميمات فنية وتصميم الواجهات بتاع المواقع والبرامج والألعاب، وبيتميز بالطبقات أو اللايرز. وزي ما قلنا من شوية عبارة عن الطبقات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنا بعمل صورة وأقدر أضيف فوقيها عدة طبقات تانية، وليكن ضفت صورة وعليها نصوص وعليها تأثيرات، أي حاجة بقدر أضيفها في طبقة لوحديها، أقدر أعدلها وأحذفها في أي وقت وأتحكم فيها بسهولة جدا. طيب زي ما قلنا من إنتاج شركة أدوبي، وشركة أدوبي دي ليها كذا منتج، زي قلنا الأدوبي ريدر بتاع الملفات القارئ ملفات البي دي اف، وبرنامج الأدوبي إليستريتور اللي هو زي ما قلنا من شوية بيستخدم النظام الفيكتور أو المتجهات، وبيستخدم في إنشاء وتعديل الصور التي تعتمد على البيكسل. ده برنامج الفوتوشوب. طيب مميزاته إيه بقى؟ إيه مميزات برنامج الفوتوشوب؟ أول حاجة بيساعد البرنامج على متابعة تاريخ الملف، زي ما قلنا من شوية أقدر أعدل في أي جزء وأعرف التاريخ اللي أنا عدلته منه عن طريق البانلات اللي إحنا ناخدها من شوية اللي هي التاريخ، أقدر أعرف أنا وقفت لحد فين في التصميم وأكمل وأقفل وأعدل في أي يوم تاني معايا. يبقى أول حاجة التعرف أو متابعة التغيير بتاع تاريخ الملف. تاني حاجة إن أنا أقدر أفهم نظام إدارة الألوان. يعني إيه؟ طبيعي انا لو فهمت التنسيقات وكل نظام لوني بستخدمه في ايه وايه مزيج ما بين الالوان، وليكن انا واقف عند اللون الاحمر لو فتحت شويه بينتج عندي لون مثلا اصفر، لو غمقت شويه بينتج لون تاني، واقدر اتحكم امزج ما بين الالوان مع بعض، يبقى انا كده فهمت النظام اللوني بيتكون عندي من ايه. دي من ضمن مميزات البرنامج. طيب الميزه اللي بعد كده انه طبيعي بيوفر معايا وقت وجهد المستخدم. لو انا هقعد اعمل الشغل التصميمات دي بقى يدوي، امسك ورقه واقعد ارسم بقى واعمل الكلام ده، هياخد معايا وقت كتير جدا ومش هيبقى بالدقه، وما اقدرش اتحكم بيه وما اقدرش احذف واعدل فيه زي ما انا اقدر اتحكم فيه ببرنامج الفوتوشوب. طيب ايه المميزات التانية؟ عندي امكانيات عاليه جدا زي ما قلنا، ان انا اقدر اضيف افكتس كتيره جدا لأي تصميم عملته، أقدر أعمل له شادو، أقدر أعمل له خلفية، أقدر أعمل له لون مميز بيه، أقدر أعمل له ستروك أو حدود، أقدر أعدل فيه براحتي جدا وأنا شغال على التصميم. يبقى إمكانيات عالية من إضافات وتأثيرات جوه البرنامج. طيب الميزة اللي بعد كده سهولة استعراض الملفات بداخله، أقدر أستعرض الملفات جواه ببساطة جدا وأفتح أي تصميم وأي صورة وأي صيغة أقدر أشتغل بيها اللي هي مدعومة بالفوتوشوب. الميزة اللي بعد كده أقدر أعمل اختصارات كبيرة جدا للوحة المفاتيح. طب بستفيد منها إيه الاختصارات دي؟ طبيعي وأنا شغال بقى وإن شاء الله بعد كده نبقى محترفين في البرنامج ونقدر نشتغل بيه بعد كده، أقدر أعمل اختصارات سريعة وأنا واقف على الكيبورد، أضغط على طول على مثلا زرار الفي من الكيبورد هيجيب لي أداة الموف تول أداة التحريك، هضغط على كنترول وسي هيعمل لي نسخ، كنترول وإكس هيقص لي، كنترول في هينقل لي. كل دي اختصارات، واقدر اعمل تراجع واقدر اعمل تحديد. كل ده هنعرفه مع بعض بعد شويه ان شاء الله في الجزء العملي لما نشتغل في التصميمات. يبقى
بيقدم امكانيات عاليه من اضافات وتاثيرات وسهوله استعراض الملفات داخله، وبخصص اختصارات زي ما قلنا للوحه المفاتيح للقوائم واللوحات. طيب استخدامات البرنامج بقى ناخدها بسرعه، احنا قلناها من شويه، بقدر اعمل تصميمات ولوحات فنيه، واقدر اعمل الشعارات واللوجوهات والعلامات التجاريه والاعلانات الكبيره جدا اللي انا بعملها، واقدر اصمم بيه واجهات مواقع الانترنت بيستخدموه اللي هم الويب ديزاينر، وبقدر استخدمه برضو في لو عندي صوره بايظه اقدر اعمل تصحيح ليها، واقدر اعمل اجهز الصور اللي هستخدمها للبرامج بتاع الفيديو والرسوم المتحركه، واصمم بيها زي ما قلنا الاعلانات الكبيره اللي بلاقيها على الطريق عندي بعملها ببرنامج زي برنامج الفوتوشوب. برضو بقدر اصمم بيه البوسترات الدعائيه وبيستخدموه في الدعايه والاعلام زي ما قلنا، ولو في صوره عايز اصحح الوانها اظبط اضاءتها اقدر اعمل الكلام ده بالفوتوشوب، ولو عندي صوره قديمه فيها ابيض واسود، صوره ابيض واسود عايز الونها اقدر الون بالفوتوشوب برضو الصور دي، واي خطا في الصوره عايز اعدله هقدر اعدله زي ما هنعرف مع بعض في الجزء العملي، وبرضو اقدر اعمل لمسات جماليه على اي صوره واضيف انواع الملفات كلها باي امتداد ليها، واقدر اجمع اكتر من صوره لو انا عندي كذا صوره مع بعض عايز اجمعهم في صوره واحده اقدر اعمل الكلام ده بالفوتوشوب، اضيفهم مع بعض واجمعهم مره واحده ويبقى عندي صوره واحده ليها. نبدا بعد كده في الجزء العملي بقى، تعالوا نشوف مع بعض ازاي بشغل البرنامج. نركز مع بعض بقى اهو، بضغط لو عندي ويندوز 10 او 7 او 8 واقدر اجيب من السيرش تحت واكتب اسم البرنامج، بمجرد ما اكتب اول حرفين او ثلاث حروف بيظهر معايا البرنامج اهو، وده اصدار CS6 وفي اصدار تاني جديد اقدر اشوف الامكانيات اللي هتناسب جهازي وانزله عندي، لان هو بيسحب طبعا من الرامات والامكانيات بتاع الجهاز ما اقدرش اجيب اصدار عالي وهو الجهاز عندي امكانياته ضعيفه، يبقى هشتغل بامكانيات اقل اللي هو الاصدار الاقل، ولكن ده بيبقى الاساسيات موجوده في كل الاصدارات. طيب تعالوا نشوف الشاشه الافتتاحيه اول ما اشغل البرنامج بيتكون عندي من ايه. دي الشاشه الافتتاحيه للبرنامج بالمنظر اللي انا شايفه قدامي اهو، عباره عن اول حاجه فوق اهو ده شريط القوائم، وتحتيه ده شريط اللي هي خصائص الادوات، وليكن انا اخترت الاداه اللي هي موف، بيجي لي هنا في الجزء اللي ده الموجود ده الاداه وخصائصها اكبر واصغر منها الحجم. طيب برضو عندي قلنا الشريط اللي على الشمال خالص موجود اللي هو شريط الادوات، الشريط اللي على اليمين ده عباره عن لوحات، لوحه الكالر اللي هي الالوان، ولوحه الانماط عندي الستايلات، ولوحه الطبقات اللايرز والقنوات، وموجوده معايا في الجزء اللي على اليمين. دي الواجهه الافتتاحيه للبرنامج. طيب تعالوا ندرس واحده واحده مع بعض كده ايه هي اللوحات الموجوده في البرنامج. قدامي اهو اول حاجه اللوحه اللي على الشمال اهو، دي الاداه كالر، اللوحه كالر، واختار منها سواتشز اقدر اعدل منها الالوان واختار اللون اللي انا عايزه، وهنا الستايلات برضو بختار من الستايل اللي انا عايزه، واقدر من اللايرز الطبقات موجوده عندي هنا، والتشانلز اهي موجوده القنوات عندي بقدر اعدلها، وهنا الفرش اقدر اختار منها دي الفرش الموجوده، وهنا الانفو انفورميشن معلومات عن الملف اللي انا فاتحه بيجيب لي النسب بتاع الالوان والابعاد، وهنا بيجيب لي خصائص الملف والهيستوري اللي احنا قلنا اقدر اتابع بيه تاريخ تقدم الشغل معايا في الملف، وهنا النافيجيتور اللي هو عرض اقدر اكبر لو انا فاتح صوره او تصميم اقدر اكبر واصغر الصوره. طيب لو في لوحه مش موجوده اقدر اجيبها من قائمه ويندو، لو في لوحه ما نتخضش اقدر اجيبها من تبويب او نظام القائمه ويندو، واجيب مثلا الاكشنز ضغطت عليها ظهرت معايا في الجزء اللي اهو، بمجرد ما اضغط على الاجراء واضغط بلاي هنا بيطبقه على التصميم او الصوره. طيب اقدر اظهر برده لو في لوحه مش ظاهره معايا زي مثلا اللايرز بضغط عليها تظهر معي. دي كانت الجزئية الخاصة بالتصميم بتاع البرنامج. تعالوا نشوف برضو مع بعض نستكمل اهو، عايز افتح ملف بقى تصميم من فايل واقول له اوبن او كنترول واو من الكيبورد، نعرف الاختصارات مع بعض ونتعلمها واحدة واحدة كده. لو ضغطت عليها
هقدر اختار المكان اللي فيه الملف، وليكن هنا عندي الفولدر ده، وهضغط على الملف ضغطتين او اضغط عليه واقول له open، هيفتح معايا الديزاين. فتحنا الصورة اللي قدامي دي، اقدر اعدل عليها براحتي واشتغل بقى الشغل اللي انا هعمله. دي موجودة معايا اهو، اقدر اكبر من هنا من شريط النافيجيتور، اكبر اسحب لقدام او اعمل زوم ان وزوم اوت للصورة عشان تظهر معايا واضحة زي ما احنا شايفين. تمام، الاسم اهو فوق موجود معايا، اسم الصورة او التصميم والبيانات لو عندي، او الحجم بتاع الملف 3 وشوية ميجا كده. انا خدت ازاي بضيف وانشئ، اضيف الاول صورة او تصميم وافتحها من برنامج الفوتوشوب. بعد كده هناخد تعديل الوان واجهة البرنامج، ازاي بغير الواجهة. انا عندي واجهة البرنامج وليكن لونها اسود، عايز اغير لونها، مش بستريح للون الاسود، عايز اجيب اللون الابيض او اللون الرمادي. تعالوا نشوف مع بعض عملي اهو. من تبويب edit بضغط عليه واختار تحت خالص preferences اهو، وهقول له interface اللي هي الواجهة بتاع البرنامج، هضغط عليها واقدر اغير اللون اللي انا عايزه اهو من هنا من الابيرنس، واقدر اختار اللون الغامق اهو اتحول الواجهة بتاعته للون الاسود، واقدر اخليه درجة افتح شوية، اخليه رمادي، اخليه رمادي فاتح خالص اهو. اللون والتصميم اللي انا هشتغل بيه وهقول له اوكي، بيتحفظ معايا اللي هشتغل بيه بقى بالطريقة اللي هتريحني واختار. بعد كده هناخد مع بعض ايه هي ادوات الفوتوشوب. طيب ادوات البرنامج بتتكون من ايه من عندي، نركز مع بعض. عايز افتح الاول صورة، بضغط دبل كليك على طول شمال، او بقول له فايل واوبن او كنترول واو زي ما قلنا من الكيبورد. واختار التصميم اللي انا عايزه او الصورة اللي انا هشتغل عليها، وليكن الصورة دي اهو. اقدر اعدل عليها براحتي من الادوات. تعالوا نشوف بقى الادوات اللي موجودة معايا. اقدر انقل الشريط الموجود اللي على الشمال ده، شريط الادوات اهو، كل اداة بضغط عليها موجودة الخصائص بتاعتها فوق زي ما قلنا اهو، الخصائص موجودة عندي. طيب عايز انقل الشريط ده اهو، بمسك الشريط كده واسحب في اي مكان موجود معايا على اليمين او الشمال اللي انا عايز اشتغل بيه براحتي في البرنامج. طيب تمام، تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة كده كل أداة بتتكون عندي من إيه. الأداة الأولانية اللي هي الموف تول، اللي هي اختصارها الفي من الكيبورد، أقدر أتحكم في الإعدادات بتاع الصورة أهو. طيب ليه بيقول لي مقفولة هنا؟ بيقول لي خلي بالك الصورة مقفولة ما أقدرش أعدل فيها. طيب هعمل إيه؟ هضغط على القفل هنا دبل كليك شمال، هيظهر لي الجزء ده، هقول له أوكي كده أنا فتحت الصورة، أقدر أتحكم تشال القفل معايا، أقدر أتحكم في الصورة أهو. لو حركت الصورة كده هقدر اتحكم فيها براحتي. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي اداه ريكتانجل، اقدر اختار منها احدد كل دي ادوات تحديد، اقدر اختار منها الاداه اللي انا عايز احدد بيها وليكن الاداه دي، واحدد مثلا الجزء ده اهو، واقدر اختار الاداه الثانيه المربع اهو او الدايره. طيب الدايره بترسم معايا بيضاوي، لو ضغطت على شيفت من الكيبورد وبرسم هتترسم معايا الدايره بشكل منتظم. تمام، الأداة اللي بعديها وهي الأداة اللي هي بتاع التحديد برضو، أداة التحديد الحر، هقدر أضغط عليها واختار أهو، وليكن عايز أحدد الجزء ده من الصورة، هحدد كده واسحب، حددت الجزء بتاع الصورة عندي، أقدر أتحكم فيه زي ما أنا عاوز.
وعندي الأداة اللي بعديها اللي هي Quick Selection Tool، أقدر أتحكم في التحديد السريع أهو. بضغط على الجزء اللي أنا عايزه، هو بيقرأ لوحده الألوان اللي هي شبه بعض وبيحددها مع بعض أهو زي ما أنا شايف. وأقدر أضغط على Control Alt وأشيل الصورة أهو، أشيل الجزء اللي أنا عايز أحدده وأسيب تاني وأحدد الجزء الإضافي. بحدد براحتي الجزء اللي أنا عايز أستخدمه من الصورة وأضيف برضو أهو الجزء ده. دي أدوات التحديد. طيب الأداة اللي بعديها اللي هي الكروب تول، دي بتعمل لي إيه؟ بتحدد، أقدر أحدد أبعاد الصورة وأقص من الصورة أهو، أقص جزء من الصورة وليكن عايز أجيب الجزء بس بتاع الصورة بتاعه، وأضغط على صح من فوق عشان يحفظ لي التصميم، أو أضغط إنتر يحفظه. الأداة اللي تحتيها اللي هي رمز النقطة اللي هي الدروب أو القطارة كده، دي بستخدم بيها لو عايز اجيب لون معين مش عارف اللون ده ايه بالظبط التدريج بتاعه، بضغط عليه بيجيب لي اللون تحت اهو بيتغير معايا. لو جبت ضغطت هنا على الدرجه دي بيجيب لي التدريج معايا تحت برضو موجود. طيب الاداه اللي بعديها اللي تحتيها على طول اللي هي هيلينج براش تول، دي بتجيب لي لو انا عايز اعدل فيه عيب في الصوره بضغط عليها واسحب كده اهو، وليكن عايز اشيل الخط ده اسحب كده اهو، الخط اتشال معايا ببساطه، واقدر اشيل منه اي حبوب اي اخطاء في الصوره. الاداه اللي بعديها اللي هي الفرشه، اقدر ارسم بيها اهو لو عايز اغير في الاعدادات بتاعتها اقدر اتحكم فيها عادي. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي زي الطبعه كده او الخط، هضغط عليها شايفين الجزء ده عايز اخد منه من الجزء ده، بضغط الت واضغط على الجزء ده وابدا اسحب بياخد من الجزء اللي انا حددته وطبع لي فوقيه اهو وشال اللوك. طيب اللي بعده اللي هو الهيستوري براش تول، هقدر اتحكم في التعديلات بتاعتها والاداه اللي هي الاستيكة او الممحاة اهو، بختار منها الحجم اللي انا عايزه حجم الاستيكة واقدر امسح اهو. لو ضغطت كليك يمين برضو وانا واقف على قلب التصميم، واقدر اختار حدة والفرشة وسن الفرشة معايا بتاع الاستيكة وامسح معايا براحتي. اللي بعده اللي هو الأداة اللي هي Gradient Tool. Gradient Tool دي بقدر استخدمها في عايزين نعمل تصميم الأول جديد File ونيو، وأقول له أختار الخلفية تبقى White بيضة عشان نشوف هتطبق إزاي. أهو أنا عملت صفحة بيضة أهو تصميم أبيض، هختار الأداة اللي هي Gradient Tool تدرج اللوني وأسحب من فوق لتحت أو من الشمال لليمين، ظهر لي درجتين أهو، الدرجتين اللون اللي تحت هم اللي بيظهروا معايا هنا. طيب في تنسيقات تانية أهي أقدر أختار منها زي ما أنا عايز. طيب عايز اتحكم في الالوان دي عايز اغير الالوان، بضغط على اللون الامامي اهو واغير اللون الامامي والخلفي. انا غيرت اللون الاول اهو، واللون الثاني هضغط عليه واختار اللون اللي انا عايزه وهرسم من فوق لتحت، اقدر اعمل التدريجات اللي انا عايزها واصمم. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي بلور تول، هجيب التصميم ده. الاداه دي بتعمل ايه؟ بتعمل زي تمويه كده او تشويش، هنختارها ونختار هنيجي عند مثلا الجزء ده اهو وهضغط عليه كده. لو ضغط مركز بصوا بيعمل ايه، بيعمل تمويه او بيخفي لي بيغبشها شويه، بيعمل لي زي عزل كده ليها. اقدر ارجع كنترول وزد زي ما قلنا او الت كنترول وزد، هناخد الاختصارات دي مع بعض. اقدر اجيب الاداه اللي بعديها اللي هي الاداه الشارب، بتحدد بتعمل لي لو عايز جزء يبقى واضح اكتر مش باين بضغط عليها واضغط اسحب على طول كليك شمال اهو، لو نركز نلاقي الجزء بيبقى اوضح معايا وشارب اكتر. طيب الاداه اللي بعديها وهي الاداه السموث اهي، بتعمل ايه الاداه دي اهو؟ بتعمل زي بتسيح كده الجزء اهو، وليكن عايز اعمل الجزء ده اهو طمسه، عايز اجيب برضو الاداه اللي هي دوج تولز اللي هي بتعمل زي بتنور او بتعمل اضاءه كده بسيطه للصور اهو. طب العكس بتاعها بيرن اللي هي بيرن تول، دي بتغمق اهو لو ضغطت عليها بتعكس بتغمق. طيب الاداه اللي بعديها اللي هي سبونج تول اهو برضو اقدر اعمل اشتغل بيها. نجرب، يا ريت نجرب الادوات دي كلها مع بعض واحنا شغالين عشان اشوف ايه الفرق ما بين كل اداه، لو نسيت اي اداه اعرف بتعمل ايه. الاداه اللي بعديها اللي هي البين تول، دي اداه مهمه جدا جدا وبستخدمها بقى الناس المحترفه بتقدر تستخدمها اهو، بتحدد كاني ماسك قلم وبحدد بيه بالظبط
الجزء اللي انا عايز اعمل له تحديد او سيليكشن، ونهايه النقطه بتجي لي زي دايره صغيره كده بضغط عليها كده قفل لي التصميم. طيب التي رمز التي، الاداه تي دي بعمل بيها ايه؟ بقدر اكتب بيها نصوص على الصوره اهو، واسحب وهكتب النص اللي انا عايزه عربي او انجليزي وليكن اهو محمد صلاح، واقدر احدده واكبر حجم الخط معايا، واقدر اغير اذا اخليه بولد سميك، واقدر اغير نوع الخط نفسه اهو، اختار النوع اللي انا عايزه، واقدر اعمل له ايه تاني؟ بقدر اعمل له محاذاه اهو سنتر او، وبعد ما اخلص بدوس على الصح. طيب عايز اغير لون الخط من هنا، خلصت بضغط على الصح هنا اتحفظ معايا الديزاين، اجيب الموف تول او اختصرها من في من الكيبورد واسحب التصميم او الصوره اهو. نلاحظ بقى مع بعض اهو كل حاجه عملتها عملت لي في طبقه، النص في طبقه والصوره في طبقه، اقدر اتحكم فيهم لوحديهم مع بعض، اشيل طبقه واضيف طبقه. طب عايز اضيف طبقه تاني فيها ايه بقى؟ ريكتانجل او راوندد، اقدر اضيف بيها جزء اهو الشكل ده، هسحب كده ضفت الشكل ده معايا اهو. طيب ناخد بالنا بقى هنا غطى على الكلام ليه؟ لان الطبقه جت فوق النص، عايز ابدل اماكنهم، هسحب الطبقه اللي فوق دي اللاير واخليها فوق، اخلي النص هو اللي ظاهر من فوق. طيب مش ظاهر برضو ليه؟ لان النص هنا مكتوب بنفس درجه اللون بتاع الشكل. هضغط على الدبل كليك كده واغير لون الخط، اخليه لون غامق شويه عشان يبقى ظاهر معايا وليكن اللون الاسود، واقول له اوكي هيظهر معايا، واضغط صح اهو ظهر معايا النص فوق اللاير اللي هي الطبقه وفوق برضو الصوره الاساسيه بتاع اللي قدامي. طيب اقدر بالاداه اللي هي الهاند اكبر اهو، لو انا مكبر الصوره اقدر اتحكم واحرك كاني ماسك بايدي الصوره بالظبط. اللي بعديها اللي هي العدسه، اقدر اكبر كل ما اضغط بيعمل زوم، وبرضو لو ضغطت على الت والسكرول بار او كنترول وناقص بيبعد، كنترول وزائد بيعمل زوم. طيب دي كده الادوات اللي احنا خدناها لاستخدام برنامج الفوتوشوب. نبدا بقى نشوف بعد كده هناخد ايه النهارده تاني مع بعض. اوامر شريط القوائم، تعالوا نتعرف مع بعض بقى على القوائم اللي موجوده معايا واستخداماتها، وامتى بختار اي قائمه واختار قائمه تانيه. من التبويب فايل اهو اول حاجه، او القائمه فايل هضغط عليها، اقدر اختار اعمل تصميم جديد من نيو او كنترول وان كاترل وحرف الان، واوبن افتح تصميم موجود معايا او كنترول واوم الكيبورد، واقدر برضو اعدل في اي حاجه موجوده معايا. اوبن ريسنت دي بيجيب لي اخر ملفات موجوده انا اشتغلت عليها، كلوز بيقفل لي التصميم اللي انا فاتحه او الصوره، واختصارها من الكيبورد كنترول ودبليو، كلوز اول بيقفل لي كل التصميمات، سيف بيحفظ سريع، سيف اس بيحفظ لي الملف باسم تاني وعلى مكان تاني، سيف فور ويب بيحفظ لي ان الصوره او التصميم دي لتناسب الويب صفحات الويب، امبورت بيعمل لي استيراد، واكسبورت تصدير للملف اللي انا عامله. طيب برنت هنا بيطبع او كنترول بي، والفايل انفو ملفات، واكزيت بيقفل لي البرنامج كله. طيب القائمه اللي بعديها قائمه اديت، فيها الاندو التراجع اللي هي كنترول وزد، بعد كده الفورورد خطوه للامام شيفت وكنترول وزد، وخطوه للخلف ستيب باكورد الت كنترول وزد، والكات والكوبي النسخ واللصق والكلام ده كله عندي، وفيل التعبئه، وموجود فيه برضو اللي هو الاستروك بيعمل لي حدود او اطار للصوره، فري ترانسفورم اللي هو اداه التحريك الحره، واختصارها الكنترول او الكاتريل وحرف التي من الكيبورد، وموجوده معايا البريفرنسز اللي هي زي ما قلنا الخاصه بالخيارات والخصائص اللي انا بعدلها، الجنرال والواجهه والقوه التحمل بتاع البرنامج، واقدر ازود الرامات بتاعته واستخدم الرامات اللي هتستخدمها البرنامج معايا. القايمه اللي بعد كده ايمج اللي هي خاصه بالنظام الانظمه اللونيه، اقدر اختار الانظمه اللي احنا خدناها مع بعض في اول الحلقه، انظمه الار جي بي والانظمه بتاع الطباعه سي ام واي كي، واقدر اتحكم في عناصر الصوره من هنا من الادجستمنتس، واقدر اعدل في الاضاءه والتباين ودرجه سطوع الالوان وتوازن الالوان، واقدر اخلي الصوره ابيض واسود، واقدر
اعدل في حجم الصوره ايمج سايز، واقدر اجيب اوتو تون يظبط لي التون بتاع الصوره اوتوماتيك تلقائي، والاوتو كونتراست اللي هو التباين او الاضاءه، والاوتو كولر يظبط لي الالوان تلقائيا. ايمج سايز زي ما قلنا التصميم، كروب بيعمل لي قص للصوره، دوبليكيت تكرار بيعمل لي تكرار للصوره، وبعد كده القايمه اللي هي اللاير اقدر اختار منها نيو عشان اعمل طبقه جديده، واقدر اكرر دوبليكيت لاير اعمل طبقه مكرره. القايمه بعد كده اللي هي سيلكت اقدر احدد كل عناصر الصوره من كنترول اي او اضغط على اول، ودي سيلكت اللي هي العكس بتاعها كنترول دي بيلغي التحديد. طيب القايمه اللي هي فلتر دي بتستخدم من اسمها فلاتر، اقدر اضيف اي فلتر على التصميم، وليكن اضيف له تصميمات جاهزه موجوده اهي فلاتر جاهزه، اقدر اضيف اشيل النويز او اي مشاكل في الصوره من التاثيرات هنا، واقدر اخليها بتاثير معين وليكن صوره كانها مرسومه، او اضيف لها اخليها اكتر حده. والجزء اللي هو خاص بالفيو اقدر اعمل زوم ان، وزي ما قلنا اختصاره كنترول زائد، او زوم اوت كنترول ماينس. والقايمه اللي هي ويندو دي فيها الورك سبيس اللي هي منطقه العمل، اقدر اختار بقى الورك سبيس بتاعتي لو انا فوتوغرافي مصور، او بينتنج رسام هشتغل في الرسم، او تايبوجرافي، او اعمل ورك سبيس جديده من نيو ورك سبيس. طيب دي قدامي قلنا لو في لوحه مش ظاهره معايا اقدر اختارها من هنا قدامها، صح هيبقى ظاهره موجوده في الجزء اللي على اليمين، لو مش ظاهره بجيب من قايمه ويندو واختارها اهو زي ما انا فاتح واختار منها. طيب اللي هو الهلب اللي هي خاصه بالمساعده، اقدر اختار منها الجزء اللي انا عايزه عشان اشوف الهلب. دي كانت القوائم بتاع برنامج الفوتوشوب، وقلنا قبليها الادوات اللي انا هقدر استخدمها في شغلي اثناء البرنامج. تعالوا نشوف مع بعض هناخد ايه تاني النهارده. انشاء مستند جديد او تصميم جديد. من فايل وهقول له نيو او كنترول وان كاتر وان من الكيبورد، وهضغط عليها هيظهر لي المربع ده. هقدر اختار النيم اسمي اسم التصميم عندي وليكن اي اسم انا عايزه، ليكن تصميم واحد، وهختار منه تحت هنا الويث العرض هنا 600 بالبكسل، اقدر اخليه لو انا عندي بكسل اقدر اخليه بالسنتيمتر، لو انا هعمله اعلانات كبيره اقدر اخليه بالسنتي، والهايت اللي هو الارتفاع بتاعه برضو بالبكسل، والريزوليوشن اللي هو جوده او دقه عرض الصوره معمول 72 بكسل، والكالر مود زي ما قلنا النظام اللوني اهو الار جي بي لو انا هستخدمه في طباعه زي ما قلنا الوان الطباعه، اقدر اخليه سي ام واي كي اهي الالوان بتماب، والجراي سكيل زي ما قلنا الوان رماديه درجات رماديه، والار جي بي اللي هي الالوان اللي احنا قلنا عليها بتاع الشاشات والفيديو، والسي ام واي كي خاصه بالوان فرز الوان الطباعه، والقدامي اهو اقدر اختار، والباك جراوند كونتنتس اهو المحتويات، هل انا عايزها بيضه لونها ابيض للخلفيه، او اخليها خلف الباك جراوند كلر لون الخلفيه اللي موجوده عندي، او ترانسبيرنت اللي هي شفافه او تدعم الشفافيه، وهقول له اوكي اخليها وايت واقول له اوكي. ظهر لي التصميم بالمنظر ده اهو، واسمه فوق موجود معايا. تعالوا نشوف بعد كده ازاي بلون الخلفيه اهو. هضغط على الاداه اللي هي الجراديانت تول دي، واختار منها يا اما اللي هو الجراديانت بينت، يا اما اختار اهو وهقول له اختار اللون وليكن اللون الازرق، اللون الامامي واللون الخلفي عايز ابدلهم من السهمين. هضغط كده اهو غير لي اللون زي ما انا شايف، واقدر اغير اللون اللي انا عايزه واضغط بيغير لي اللون زي ما احنا شايفين، واغير ما بينهم زي ما قلنا بالسهمين، واضغط اهو بيغير لي اللون زي ما انا عايز. طيب عايز اجيب اللي هي الجريدينت تول اللي هو التدريجات يعني يبقى تدرج لوني متدرج شويه لونين مع بعض اهو، واسحب كده واسحب من فوق وتحت اهو بيجيب لي التدريجات اللي انا عايزها زي ما انا بحرك الماوس. اقدر اغير اللونين من تحت خالص، اختار اللون الامامي وليكن اللون الازرق ده، واختار اللون اللي بعده اللون
الاغمق شويه اهو واسحب كده، جاب لي الدرجه اللونيه اهو تدريجات، واقدر اختار الستايلات الموجوده فوق اهو على حسب ما انا محتاج. كل دي تدريجات لونيه اقدر اشتغل بيها، نشتغل بقى مع بعض ونجرب ونغلط ونشوف، نستكشف مع بعض كده واحده واحده ايه اللي بنحتاج. بعد كده هناخد اختصارات الكيبورد في برنامج الفوتوشوب، شويه اختصارات كده سريعه انا اقدر اشتغل على البرنامج باسرع شويه، هيوفر معايا وقت كتير جدا اكيد لو اشتغلت بيها. اول حاجه عشان اعمل ملف جديد من كاترل وان، عايز افتح ملف موجود على الجهاز زي ما قلنا كاترل وO، عايز اقص حاجه في الصوره او تصميم كاترل واكس، انسخ كاترل وسي، الصق اعمل لصق بعد ما اقص او انسخ كاترل وفي، عايز احفظ كنترول واس، عايز احفظ باسم كاترل وشيفت واس، هيفتح لي حفظ باسم اغير اسم الملف والمكان بتاعه، الطباعه كنترول بي زي ما احنا عارفين، التحويل الحر اللي هو اقدر اتحكم في حجم الصوره كاترل وتي، عايز اقفل التصميم اللي انا واقف عليه كاترل ودبليو او اف 4 كاترل اف 4، اغلاق الكل كل التصميمات اللي قدامي اللي انا فاتحها والصور كاترل والت والدبليو، عايز الغي التحديد كاترل وحرف الدي، عايز اطلع خطوه لقدام كاترل وشيفت وزد، عايز ارجع خطوه للخلف خطوه واحده، يبقى هدوس كاترل والت وزد. دي اختصارات سريعه لبرنامج الفوتوشوب. طيب التعامل مع الملفات بسرعه، تعالوا ناخد مع بعض ازاي بتعامل مع الملفات اهو. من فايل واقول له اوبن واضغط على الصوره اهو واقول له اوبن، فتحت معايا بالمنظر اللي انا شايفه. اقفلها من الاكس هنا، اقدر اضغط برضو دبل كليك شمال على الجزء الفاضي هنا واختار الصوره برضو واقول له اوكي واقفلها، او كنترول او زي ما قلنا من الكيبورد ويفتح معايا برضو اختار الصوره. طيب بعد كده ازاي بحفظ الملفات اهو من فايل، وانا عملت تصميم عايز اسيف بقى الشغل بتاعي واحفظه واختار سيف لو انا حافظه قبل كده او كنترول اس. طيب عايز احفظ بمكان تاني، غير المكان وغير الاسم، اقول له سيف از واسمي الاسم واخليه مثلا على الديسك توب، واغير الاسم من هنا لو انا عايز اغيره واقول له سيف. نتعود مع بعض واحنا شغالين دايما على اي ديزاين او تصميم احفظ ايدي على طول كنترول اس عشان احفظ على الشغل اول باول ما يروحش مني وانا شغال. طيب طباعه الملفات، بطبع الملفات ازاي اهو من فايل واقول له برنت او كنترول بي من الكيبورد، هيطلع لي الصفحه دي اللي قدامي، اقدر اختار الطبعه واقدر اختار عدد النسخ اللي عايز اطبعها واللاي اوت اذا كانت الصفحه بالطول او بالعرض اللاندسكيب او بروتين، واقدر احدد وبعد كده اضغط برنت طباعه. طيب للاسف حلقتنا خلصت النهارده بسرعه، اتمنى ان انتوا تستفيدوا من البرنامج، اقدر اشتغل بيه مش بس في مش انا بدرسه بس عشان الامتحان والدراسه والكلام ده، لا اقدر اشتغل بيه بعد كده ابقى مصمم جرافيك واقدر اشتغل بيه في شركات كبيره جدا، واقدر اعمل تصميم ليا لوحدي انا او اصمم للشركات كبيره جدا وهيحقق لي فلوس كبيره جدا، اقدر استخدم البرنامج. هو برنامج زي ما انتم شايفين سهل جدا وبسيط، بمجرد احنا بناخد البدايه ونبدا نطبق، يا ريت واحده واحده مع بعض في البيت ونقدر نجرب ونشوف ايه الشغل وصلنا لحد فين، ويا ريت لو في اي سؤال تبعته لي على صفحه قناه مصر للتعليم الفني على اليوتيوب او على الفيسبوك. نلتقي في حلقات قادمه باذن الله، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.